تحلم بالغناء عالميا، تتقن الأداء بمختلف اللغات كما لو أنها لغتها الأم، اكتسبت تقنيات غنائية منحت صوتها المزيد من التفرد والجمال. وبابتسامتها المشرقة حنين صالح كسبت حب مستمعيها بصوتها، بساطة أجواءها الغنائية عبر منصات التواصل. شابة سعودية تشق طريقها نحو احتراف الغناء وتقديم أعمالها الخاصة قريبا 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 قريبا. للمزيد ولننعش أجواء صباحنا وختام أسبوعنا تنضم إلينا من جدة الشابة حنين صالح صاحبة الصوت العذب. صباح الخير، وخليني أعلن إعجابي وأن أنا من الفانز بتوعك، يعني أنا سعيدة جدا بوجودك معنا اليوم. خليني أسألك يعني عن هذه التوليفة، عربي إنجليزي هندي كوري، كيف يعني جمعتي ما بين كل هذه اللغات؟ طبعا أهلا وسهلا بكم، مرة شكراً على استضافتكم في البرنامج الجميل ده، ولي الشرف. طبعاً أنا إنسانة مرة أحب الثقافات وكذا، عندي شغف إني أتعلم أكثر من ثقافة خاصة في الأغاني، عشان أنا مرة أحب يعني كذا أنوع. فتعلمت بصراحة بإني أسمع، أنا إنسانة سمعية فأسمع أغاني مرة كثير وأحاول أكتبها ويعني أتدرب عليها. طيب يعني خليني أنا ما أدري، وأنا قاعد أسمع صوت حنين قبل شوي قاعد أتخيل فيلم استعراضي أو على الأقل مثل مسابقات شريهان، في تفكير مستقبلي بهالأمور تتجهين إلى التمثيل والغناء وخلط هذه الخلطة اثنينها ولا لا حنين؟ بالضبط أنا مرة مبسوطة أو شيء إنه لاحظت لا لاحظت لاحظت إيه؟ أنا إنسانة مرة أحب الأغاني الاستعراضية، أحب فأحب الطريقة الاستعراضية في الغناء مرة. إن شاء الله عندي طموح إني أوصل لمسرحيات غنائية كبيرة وأشارك في مسلسلات أيضا حتى لو كانت غنائية. بركز دحين أكثر شيء بركز أكثر شيء دحين إنه في الأغاني، إنه أوريجينالز أو أعمل أغاني أصلية لي. بعدها إن شاء الله سبحان الله ما أعرف إيش ممكن يصير، يعني إيش الطريق اللي ينفتح لي، لكن هذه طريقتي في الغناء إني أستعرض يكون فيها زي البرودواي سونجز كذا فيها. أيوة. مثل ديزني. طيب حني خلينا نسمع منك شيء عربون محبة مثل ما يقولون، خلينا نسمع شيء يلا. أيوة. طيب في أوكي في أغنية كذا صباحية حسيتها ممكن تنفع لطيفة. يلا يلا. ممكن أغني لكم إياها. الغدو كالورد وأجمل، فتأكد أن القادم أفضل مثل الفل. فكر في الغد تأمل، سترى أن الأحزان سترحل. فغدا هل فإذا كان اليوم يبقيك وحيدا، دع عنك اللوم من قلبك، قل الشمس غدا ستشرق وسيمضي اليوم، لذلك حلق مثل اليوم. شكرا. طيب خليني أسألك ده، يعني أنا شايفة أن عيونك على ديزني، أغاني ديزني، إيه اللي بيلفتك لهذه الأغاني إيه الأقرب إلى قلبك منها؟ طيب ممتاز.
أنا ليش بغني أغاني ديزني؟ بصراحة عشان أكون صريحة، ما في أغاني دحين بتأدي نفس ستايل ديزني وبتأدي نفس طريقة ستايلها. مو لازم تكون كديزني أو ككرتون، طريقة تأدية الأغنية زي ما كان السؤال في البداية، طريقة أداء الأغنية كان مرة مرة جميل ومميز. فالأغاني إن شاء الله الأوريجينالز إن أنا أفكر أغنيها، أفضل أغنيها بنفس طريقة ديزني، مو مرة شبهها لكن نفس طريقة الأداء، يكون الميوزك نفسها ماجيكال، استعراضي، كذا قريب من القلب، مسج مرة حلو. فإن شاء الله إن شاء الله الحين بشتغل على الشيء ده. حنين يلا أنت من جدة وإحنا من دبي، ودينا لبرودواي مع أغنية وياك. طيب تبغوا نفس أغنية كذا نفس اللي روحي اللي عندك أنت تحبين تطربين فيه توكلك، يلا توكلها. الله يلا. طيب أنا حغني لكم أغنية إنجليزية مرة حلوة. يلا. وإن شاء الله إن شاء الله المرات الجاية حغني لكم أغنية فيها استعراض أكثر. إن شاء الله. يلا. فحغني لكم أغنية لطيفة دحين اللي هي أغنية أوكي. There goes my heart beating 'cause you are the reason my heart keep bleeding. I need you now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you the reason. شكرا جزيلا حنين صالح، اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله مستقبلا، يعطيك الف عافيه.